رواية كانديد أو التفاؤل للكاتب الفرنسي فولتير. الفصل العشرون: ما حصل لكانديد ولمارتن في البحر. أبحر العالم العجوز إذن، وكان يدعى مارتن، إلى بوردو مع كانديد، وكان كل واحد منهما قد رأى وعانى الكثير. ولما كانت السفينة ستبحر من سورينام إلى اليابان عبر رأس الرجاء الصالح، كان لديهما ما يتحدثان عنه فيما يتعلق بالألم المعنوي والألم المادي خلال كل هذه الرحلة، إلا أن كانديد كان يمتاز عن مارتن لكونه كان لا يزال يأمل أن يرى مجددا الآنسة كونيكوند، لكن مارتن لم يكن يأمل في أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان كانديد يملك الذهب والماس، ورغم أنه خسر 100 خروف أحمر كبير محملا بأكبر الكنوز على الأرض، ورغم أنه كان ما زال يتألم من احتيال القبطان الهولندي، فإنه عندما كان يفكر فيما تبقى معه في جيوبه، وعندما كان يتحدث عن كونيكوند خاصة عند نهاية العشاء، كان يميل عندها إلى الحديث عن نظام بانغلوس. قال للعالم: لكن يا سيد مارتن، ما تقول أنت في كل ذلك؟ وما فكرتك عن الألم المعنوي والألم المادي؟ فأجاب مارتن: سيدي، اتهمني الرهبان الذين كنت في عهدتهم بأني سوسيني، لكني حقيقة الأمر هي أني مانوي. فقال كانديد: أنت تسخر مني، لم يعد يوجد مانويون في العالم. فقال مارتن: هناك أنا، لا أعرف ماذا أفعل، لكن أعجز عن التفكير بشكل آخر. فقال كانديد: يبدو أن الشيطان يسكن فيك. فقال مارتن: الشيطان يهتم بأمور هذا العالم اهتماما كبيرا، لدرجة أنه قد يكون في جسدي كما في أي مكان آخر، لكني أصرح لك أني حين ألقي نظرة على هذه الكرة الأرضية، أو بالأحرى على هذه الكرية، أفكر في أن الله قد هجرها وتركها في يد بعض الأشخاص الأشرار. بالطبع ما عاد الإلدورادو، إذ إني لم أرى يوما أي مدينة لا تتمنى هدم المدينة المجاورة، ولا أي عائلة لم ترد إبادة بعض العائلات الأخرى. ففي كل مكان يشمئز الضعفاء من الأقوياء وهم يزحفون أمامهم، والأقوياء يعاملونهم كخراف يباع لحمها وصوفها، وهناك مليون قاتل منضوون في أفواج يركضون من أول أوروبا إلى آخرها، ويمارسون عمليات القتل والسرقة بانتظام كي يكسبوا رزقهم، لأنهم لا يملكون وظيفة أكثر نبلا من هذه. وفي المدن التي يبدو أنها تفرح بالسلام والتي تزدهر فيها الفنون، ينهش الناس رغبات واهتمامات وقلق أشد من الويلات التي تشعر بها أي مدينة محاصرة. فالأحزان السرية هي أكثر وحشية من المآسي العامة. بكلمة واحدة، لقد رأيت الكثير وعشت الكثير، ولهذا أنا مانوي. فأجاب كانديد: لكن الأمور الجيدة موجودة. قال مارتن: هذا ممكن، لكني لا أعرفها. وفي وسط هذا الحوار سمع ضجة مدفع، وتضاعفت الضجة بين لحظة وأخرى، فأخذ كل واحد منظاره ورأيا سفينتين تتقاتلان على بعد حوالي 3000 متر، وقد أوصلهما الهواء إلى جانب السفينة الفرنسية، فشعر بلذة في مشاهدة المعركة على هواهما. وفي النهاية أطلقت إحدى السفينتين طلقات متزامنة من كل مدافعها، فأصابت الأخرى في أسفلها وأغرقتها في قعر البحر. ورأى كانديد ومارتن بوضوح 100 رجل على سطح السفينة التي كانت تغرق، وكانوا يرفعون جميعهم أيديهم إلى السماء ويطلقون صرخات مرعبة. وفي لحظة بلع البحر كل شيء. فقال مارتن: حسنا، هكذا يعامل الناس بعضهم البعض. فقال كانديد: هذا صحيح، هناك أمر شيطاني في هذا العمل. وحين كان يقول ذلك رأى أمرا يجهله أحمر اللون يسبح قرب سفينته، ففك زورق الإنقاذ ليرى ماذا يمكن أن يكون. كان أحد خرافه،
وشعر كانديد باستعادة هذا الخروف بفرحة أكبر من الفاجعة التي شعر بها عند خسارته 100 خروف كانت كلها محملة بماسات كبيرة من الإلدورادو. ورأى القبطان الفرنسي حينها أن قبطان السفينة الناجية إسباني وقبطان السفينة التي غرقت قرصان هولندي، وكان هو نفسه الذي سرق كانديد. لقد دفنت الكنوز الكبيرة التي سرقها هذا الفاسق معه في البحر، ولم ينجو إلا خروف واحد. فقال كانديد لمارتن: أترى إن الجريمة يعاقب عليها أحيانا؟ فقد نال هذا الندل القبطان الهولندي المصير الذي يستحقه. فقال مارتن: أجل، لكن هل كان يجب أن يموت الركاب الذين كانوا على سفينته أيضا؟ لقد عاقب الله هذا النصاب وأغرق الشيطان الآخرين. ومع ذلك أكملت السفينتان الفرنسية والإسبانية طريقهما، وأكمل كانديد محادثاته مع مارتن، فتشاجرا 15 يوما متتاليا، لكنهما توصلا أخيرا إلى التحدث وتبادل الأفكار وتصالحا. وكان كانديد يداعب خروفه وقال له: بما أني وجدتك فمن الممكن أن أجد أيضا كونيغوند.